السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هناخد الوحدة الأولى للصف الرابع الابتدائي، الطبيعة في بلادي. أول درس هو موقع مصر وأهميته. العالم بيتكون من العالم القديم، قارات العالم القديم وقارات العالم الحديث. قارات العالم القديم اللي هي قارة آسيا وأفريقيا وأوروبا، وبتسمى قارات العالم القديم لأن الإنسان سكن فيها وعمرها منذ القدم، يعني الإنسان طلع لقى نفسه عايش فيها، ما اكتشفهاش، هو موجود داخلها. أما قارات العالم الجديد هي أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وأستراليا والقارة القطبية الجنوبية، وبتسمى بالعالم الجديد أو العالم الحديث لأن الإنسان اكتشفها وعمرها حديث، يعني مش من الأوائل. أما عن موقع مصر الجغرافي فإن مصر بتقع في الركن الشمالي الشرقي لقارة أفريقيا، وبتطل على البحرين، البحر المتوسط من الشمال والبحر الأحمر من الشرق. كمان مصر بتتوسط قارات العالم القديم، يعني هي في وسط الثلاث قارات اللي احنا قلنا عليهم من قبل، آسيا وأفريقيا وأوروبا. كمان فيها أهم مجرى مائي اللي هو قناة السويس، ودي تم حفرها لربط بين البحرين المتوسط والأحمر، وبتمر بيها مئات السفن المحملة بالسلع والبضائع والبترول بين دول العالم. ومن هنا في كذا نقطة لازم نكون فاهمينها كويس. تفسير أهمية موقع مصر بعد حفر قناة السويس، لأن قناة السويس ربطت بين البحرين المتوسط والأحمر، وده زاد من أهمية موقعها لأن بيمر بيها مئات من السفن، قلنا المحملة بالبضائع والبترول بين جميع الدول. كمان مصر على مر العصور كانت طمع للمستعمر الغربي في السيطرة على مصر. ليه؟ بسبب موقعها الجغرافي، وكمان بسبب ازدياد أهميتها بعد شق قناة السويس. طب ماذا يحدث لو لم يتم حفر قناة السويس؟ أول حاجة ما كانش هتزيد أهمية موقع مصر لا جغرافي ولا اقتصادي. كمان ما كانتش هتربط بين البحرين، ما كانتش هتيسر الملاحة بين الدول الشرقية أو العربية والغربية. طب إيه النتائج اللي ترتبت على شق قناة السويس؟ أدت لزيادة أهمية موقع مصر، وتعرضت مصر للأطماع المستعمر للسيطرة عليها على مر التاريخ. طبعا حفر قناة السويس بهدف زيادة ده حفر قناة السويس الجديدة بهدف زيادة أعداد السفن اللي بتمر بالقناة والسماح بمرور السفن في الاتجاهين، ودي كانت من أهمية موقع مصر بالنسبة للوطن العربي والوطن الغربي. طيب إيه هي الحدود السياسية؟ الحدود السياسية هي خطوط بتحدد الدولة وبتفصلها عن جيرانها من الدول الأخرى. طب أهميتها إيه؟ بتحافظ حقوقها داخل هذه الحدود، والحدود دي يا إما حدود بشرية من صنع الإنسان، يا إما حدود طبيعية من صنع الله سبحانه وتعالى، طبعا زي البحار والأنهار والجبال. طبعا قلنا أهمية الحدود السياسية إن هي بتفصل الدولة عن جيرانها من الدول، وبتحافظ على حقوق الدولة داخل الحدود.
طيب حدود مصر الشرقية، حدود مصر الشرقية زي البحر الأحمر وخليج العقبة، ودي حدود طبيعية بحرية. كمان فلسطين المحتلة، ودي حدود بشرية من صنع الإنسان، وهي حدود برية. الحدود الغربية لمصر هي حدود بشرية برية بتفصل مصر عن ليبيا والدول العرب، ليبيا الدولة العربية الشقيقة. الحدود الشمالية لمصر هي البحر المتوسط، وده حد طبيعي بحري لمصر. أما الحدود الجنوبية لمصر هي حد بشري، وهي حدود برية بتفصل عن جمهورية السودان الدولة العربية الشقيقة. وبكده خدنا موقع مصر وأهميته، موقع مصر الجغرافي وأهميته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.